السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعين شيوات ام العربي. وجبه اليوم او وصفه اليوم هو غداء صيفي بامتياز، فيه ثلاثه ديال الوصفات. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير باذن الله. ودائما شكرا على الدعم ديالكم المتواصل وعلى تشجيعاتكم وعلى اي حاجه زوينه. ندوزوا للمقادير. السلام عليكم. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير باذن الله. غادي ناخذوا واحد الاناء اللي غيدخل الفران مباشره. غادي ندير فيه سكينجبير، هنا درت واحد الزهيلقه، شويه ديال البزار، تحميره واحد المعلقه. هنا غادي ندير واحد العصير ديال نص حامضه، غادي ندير شويه ديال الهريسه. هذا الدجاج ساهل بزاف وكيجي لذيذ. الهريسه اللي بغاها، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. هنا صلصه الباربيكيو اللي ضروريه البنات، هي اللي ستعطينا هذا المذاق ديال، لان هي الصلصه اللي غادي نمارينيو فيها الدجاج. هنا شويه ديال الملحه، غادي ندير شويه ديال الزيت وشويه الثومه. هنا شويه ديال الثومه مدقوقه. انا كنحاول نعطي الزربه. هنا غادي ندير غير شويه ديال الربيع. كيف عودتكم دائما بيدي، غادي نخلط هاد لاماريناد. انا درت مباشره في الطاوه اللي غتدخل الفران صافي. وغادي ناخذ الدجاج ديالي، هنا دايره الفخيضات ودايره الجنيوحات. ممكن ديروا اي غير الجنيوحات بوحدهم تيجيو غزالين بهاد لاماريناد. هنا كيف كتشوفون بعد ما كملت الدجاج ديالي، فدابا غادي نغطيه ونخطيه على نخليه على جنب واحد جوج سوايع، ومن بعد غادي عاد ندخلو الفران. في هاد الاثناء انا غادي نوجد معكم فلفله معمره بالرز باش نخشيها هي والدجاج في الفران. دابا غادي ندوزو نوجدو الصلصه اللي غادي ندير فيها الفلافل ديالي، حتى هما غادي ندخلهم الفران. فهنا عندي جوج حبات ديال مطيشه محكوكين، هنا عندي واحد نص كاس ديال صوص طوماط سوليس ولا اللي متوفر عندكم. ممكن ديروا غير معلقه ديال مطيشه الحك تحلوها بشويه ديال الماء. هنا عندي واحد ربعه ديال الفصوص ديال الثوم اللي محكوكين، شويه ديال القزبر ومعدنوس. العطريه ديالي غادي نحتاج شويه ديال الهريسه، انا الهريسه كتعجبنا وكتبنى عاوتاني، اللي ما تيبغيهاش ما يديرهاش. فغندير شويه ديال الخرقوم، شويه سكينجبير، البزار، فلفله حمراء، هنا مليحه. ما غادي لا نشحرها لا والو، مباشره غادي نخشيها في الفران. فهنا غادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها. الزيت غنديرو حتى نحط الفليفلات. صافي هنا غير باش ينسجموا، تخلط يعني العطريه مع مطيشه والثومه والربيع. صافي غادي نحطها حتى هي هكا على الجنب، وغادي نمشي نجيب الفلفله ديالي. وباش غادي نعمرها، انا غندير غير الرز ما فيه لا كفته لا والو، يعني انا دايره الدجاج ما غنديرش الكفته. اللي بغى يدير الرز مع الكفته يديرو، انا غادي نجيب المكونات. طبعا غادي ندوزو للعماره ديال الفلفله ديالنا. طبعا غادي نحتاج فيها الرز، هنا درت الرز غير كلاصي اللي سلقته مع مليحه وشويه البزار.
مليحه وشويه الزيت عفوا. حتى هو غادي نضيف له شويه ديال الثومه، شويه الربيح، شويه شويه ديال الهريسه. كيف كنقول دائما الهريسه اللي ما تيبغيهاش ما يديرهاش. وفي العطريه دائما نفس العطريه اللي درت في لاصوص غادي نديرها هنايا. كاين اللي كيدير الكمون انا ما تنديروش. المهم درت شويه ديال السكنجبير، شويه الخرقوم، شويه البزار، هنا شويه ديال الفلفله الحمراء، ومليحه طبعا. وغادي نضيف شويه ديال الزيت، صافي غادي نخلط. وغادي نجيب الفلافل ديالي وغادي نعمر بهم باش ندخلهم للفران هما والدجاج، غادي يطيبوا ليا كاملين. وغادي نوجدوا واحد السلطه ديال الخضر حتى هي مع بعضياتنا مرافقه لهذا الطبق ديالنا ديال اليوم. وهذه هي الاكله الغداء ديالنا ديال اليوم، يعني سهل بسيط وخفيف في هذه الموجه ديال الحراره. هنا كيف ممكن تزيدوا الكفته، ولكن الكفته ما تشحروها ما والو البنات، كاين اللي كيشحرها، انا ما تنشحرهاش، نزيدها خضره على الرز ونجمعها بنفس العطريه باش ملي الا طيبتوها في المقله وعاود طيبتوها في الفران فكتقصح وتتولي ما زويناش. اللهم نديروها خضره وعاد ندخلوها للفران طيب. فدابا غادي نجيب الفلافل ديالي هنا مباشره. فهنا انا دايره غير هادو على حسب عدد الاشخاص اللي كاينين في الدار. وغادي ناخذ الفلفله وغادي نبدا نعمرها بالرويزات، ونحاول ما نعمرهاش بزاف لانه في الفران راه تتنفخ. واخا راه حنا سالقينو فهنا غادي نزيد فليفله اخرى لان باقي الرز اللي عمر ليا وحده اخرى. اللهم تبقى فليفله عامره اللي بغاها وما يبقاش الرز اللي بغاها يلقاها. المهم غادي نزيد فليفله اخرى نغسلها ونقيها ونقادها ونتلاقاو. كيف كتشوفوا بعد ما كملت الفليفلات ديالنا على هذا الشكل، فهنا غطيتهم بدوك الطريبشات ديالهم على هذا الشكل صافي. ودابا غادي هادو هما الاطباق ديالنا كيف كتشوفوا، هما هادو. اشنو باقي خاصني؟ باقي خاصني غير شويه ديال الزيت فهاد لاصوص ديال الفلافل. صافي دابا نشعلو الفران ديالنا على 180 درجه، يكون شاعل غير من يعني نسخنوه مزيان من الفوق ومن التحت، ومن بعد غادي نطفي الفوق وغادي نخليه العافيه عليهم غير من التحت. الا بغيتو تغطيوهم غطيوهم، ما انا غادي نخليهم معاه على 180 درجه والعافيه شاعله عليهم من التحت، غادي يطيبوا لي على خاطرهم. مني غطيب لينا الفلافل نخرجوها. بالنسبه للدجاج مني غادي يطيب راه غنشعل عليه الفوق حتى يتحمر يعني يتجمر لينا من الفوق، وغادي نقدموه بالصحه والراحه. دابا ندوزو نوجدو السلطه. دابا غادي ندوزو نوجدو السلطه مع بعضياتنا. هنا درت مطيشه اللي مقطعه، غادي نضيف ليها مليحه، كلشي غندير ليه غير الثومه، المعدنوس، شويه البزار، شويه ديال زيت الزيتون صافي. الخل البنات غادي نضيف الخل، نسيتو محطيتوش صافي. غادي نخلط غادي ندير في الطبيصلات ديالنا اللي غنقدم فيهم السلطات. باقي
غادي نخلط السلطه مزيان، وغادي نديرها في الطبيصلات، يعني كل طبيصل غندير فيه شويه على حسب عدد الاشخاص اللي في البيت. غادي نجي هنا في الوسط ديال كل طبق، وغادي ندير شويه ديال مطيشه، غادي نزيد البنات لان مطيشه كلشي تيبغي هاد السلطه عندي في الدار بالثومه. غادي نقادها بحال هكا. هنا في نفس الطبق غادي ندير شويه ديال الخيار، يعني في الاطباق بثلاثه على هذا الشكل. فهنا كيف كتشوفوا نفس الطبق اللي درت فيه المطيشه، فراه كله غنديروا فيه نفس التتبيله. غادي ندير ثاني المكنوس، كاين اللي كيشرملو ولكن كيديروا فوق النار حتى يتسوطى. انا غادي ندير درت الثومه، يعني غير هكا كافي، شويه الخل، زيت الزيتون. فهاد التتبيله غادي نديرها الخيزو، البطاطا والكورجات. صافي غادي نخلط حتى هو مزيان، وغادي نقادو حتى هو في الطبق ديالنا. فهنا كيف كتشوفوا كنقاد الجزر ديالي في الطبيصلات حتى هو صافي. وغادي نجيب البطاطا حتى هي البنات نفس الطريقه، نفس المقادير، يعني نفس التوابل او التتبيله. وغادي نحاول ندور البطاطا هنا والكوجات هنا، وكلشي غادي ندير فيه الثومه والمعدنوس بزار مليحه زيت الزيتون خل. هادو هما الاطباق ديالنا ديال اليوم البنات. فهذا الفلفله اللي معمره بالرويزات في الفران، فهانتو كي كتجي، وديك لاصوص كي كتجي خاطره وعلى مزيناتها. فهانتو هادو السلطه اللي درت معكم ديال الخضر، وهذا هو الدجاج في الفران. فممكن ما ديروش غير الفخيضات وجنيوحات كيف درت انا، ممكن الدجاجه كامله غير هي ترقدوها وتبقى كل ما بقات كل ما تتشرب العطريه مزيان. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه، والى عجبكم يعني الاقتراح ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو، شاركوا بالقناه ديالي قناه هوات ام عربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.